المرحلة الحالية اللي بتمر بيها كرة القدم المصرية مرحلة صعبة جدا، بتحتاج لمدير فني أجنبي على مستوى عالي. لابد أن نجرب مدرسة كروية جديدة. احنا جربنا المدرسة الأرجنتينية متمثلة في مستر كوبر، والمدرسة دي قابلت بلاء حسن، يعني صعدنا للأمم الأفريقية، وصلنا للمركز الثاني، وصعدنا لنهاية كأس العالم لا بأس به، لكن في النهاية النتائج ما كانتش غير كانتش مرضية في بطولة كأس العالم. فبالتالي محتاجين نجرب مدرسة جديدة، مدرسة تتناسب مع كرة القدم المصرية. نحتاج مدرسة برازيلية، مدرسة ألمانية. احنا يمكن جربنا مدارس كتير، سواء في أنديتنا الأهلي، الزمالك، الأندية الأخرى، جربنا مدارس كتير، وعندنا نماذج لمدربين نجحوا مع كرة القدم المصرية، على رأسهم المدرسة البرتغالية نجحت نجاح باهر مع كرة القدم المصرية. أتمنى أن نشوف مدرب يقود منتخب مصر في الفترة الجاية بفكر جديد، فكر هجومي، فكر اللي هو بيحتاجه جمهور كرة القدم المصرية. التغيير الآن صحيح العنوان الرئيسي مدير فني عالمي بقى زي ما سألتني بطاقم كامل، لكن أيضا نريد مدير رياضي لاتحاد الكرة، مدير فني، مش مدير فني جاي عشان يدي رخص وممنوع يكلم الفريق الأول رغم أنه صديقنا محمود سعد، لكن فرضت عليه. وبالتالي أعتقد أنه هو ده التغيير المأمول، ليست فريق بفريق أو نجوم بنجوم ولا إدارة فنية، لكن اللي هيجي دلوقتي وبحسبة بسيطة هو قاعد لشهر 6 بس، لأنه حتى مع ان احنا خسرانين ماتش مع تونس في تصفيات افريقيا، لكن اظن معانا سويسلاند وفرقه كمان مش فاكرها، اذا تستطيع ان تصعد مع تونس. طيب هيروح امم افريقيا، هل يملك نفس ما حققه على كل يعني كراهيتنا الكرويه للرجل بنشكره طبعا عم اسمه ايه كوبر، هل يملك ان يلعب النهائي؟ طب اذا لم يلعب النهائي كيف سيكون التقييم؟ منتخب مصر محتاج مدرب اجنبي، ان احنا بنتكلم على مدرب وطني ان احنا تحت الضغوط دي كلها مش هينجح. المدرب الاجنبي هنقول ما هيكتور كوبر جه والكلام ده كله ما نجحش، لا، هيكتور كوبر ما خد وقته وخد فرصته، وكنا كلنا على قناعه ان هو مش هيعمل حاجه وكنا مصممين عليه. هنتكلم ان في ماتشين افريقيا تصفيات خلال شهرين الجايين، ده كله ما اعتقدش انه هيفرق. ممكن اجيب مدرب دلوقتي من ينضم لجهاز اجنبي ويبدا يساعد زي ما كابتن اسامه لبيب مع هيكتور كوبا، اشوف مدرب شاب قادر على انه يكون عادل وفير مع اختياراته في جميع اللعيبه ويساعد الجهاز الفني الاجنبي. اعتقد بص من النهايه ما فيش مدرب وطني ينجح مع منتخب مصر. تجربه الكابتن حسن شحاته كانت مرحله وعدت مع اللعيبه اللي كانت معاه، انما لو كان الكابتن حسن شحاته مع احترامي ليه بالجيل الموجود دلوقتي ما كانش هيقدر يعمل حاجه. في البدايه خليني اقول لك ان اي مدير فني هيتولى المسؤوليه خلف مستر كوبر سواء كان مصري او اجنبي هو هيرس تركه ثقيله جدا، لانه الناس زعلانه، نتائج مخيبه للامال في كاس العالم. اي نعم وصلنا بعد 28 سنه بس في فرق اقل مننا قدمت مستويات افضل، فاعتقد من وجهه نظري هو المدرب الاجنبي هو الافضل في الفتره اللي جايه، ان المدرب المصري مش هيقدر يستحمل الضغوط، مش المناخ العام في مصر او في اتحاد الكوره عموما مش هيهيئ له مناخ صحي ان هو يقدر ينجح، لان عارف انت عندنا نوع من تصفيه الحسابات شويه، نوع من كل واحد عايز يجيب الشله بتاعته. فاعتقد ان المدرب الاجنبي هو الافضل في الوقت الحالي بالنسبه لمنتخب مصر. انا كان نفسي مصري بس هو خلاص اجنبي وتم الاستقرار خلاص ان هو اجنبي. دلوقتي اعتقد رينارد هو اللي فيه مفاوضات كبيره معاه، الملف كله مؤجل لحد ما يشوفوا رينارد وعودته في مفاوضات معاه. رينارد هو رقم واحد دلوقتي على اولويه اتحاد الكوره، بعد رينارد بقى في اسماء ثانيه كتير مرشحه، بس هو رينارد هو يعني التارجت بتاع اتحاد الكوره دلوقتي. اعتقد ان هو اختيار كويس ويا ريت يتم فعلا، مدرب كبير، مدرب بدر يعني برضو قدر يعمل نجاحات كبيره جدا وقاد المغرب بشكل كويس والمغرب ظهر بشكل كويس. يا ريت رينارد، اعتقد لو بس في يعني فشل رينارد يا ريت يتم التفكير في الثاني في المدرب المصري، في مدربين كتير جدا قادرين ان هم يعني يظهروا بشكل كويس جدا مع المنتخب.